رجعنا لحضراتكم من جديد، والموضوع اللي بنتكلم فيه ممكن مش كلكم ترضوا عنه، لكن احنا اتعودنا دايما اننا نتكلم عن الحقيقة والواقع. بعد موت الليدي ديانا سبنسر او الاميرة ديانا، ارتبط العالم طبعا وقتها لما كانت عايشة وحتى بعد ما ماتها الله يرحمها، ارتبطوا بيها عاطفيا رغم مرور سنين طويلة على وفاتها، في الوقت اللي كانت كاميلا زوجة وقتها كان برنس تشارلز، هو حاليا كينج تشارلز، وهي كوين كاميلا، بتعاني من انتقادات كتير جدا جدا بسبب طبعا كلنا عارفينه. العالم كان بيحب ليدي ديانا، العالم كان بيؤيد قصة الحب اللي جمعت ما بينهم. لكن الغريب والجميل في الموضوع، هو جميل من زاوية ما يعني غريبة شوية، ان كاميلا باركر صمدت لغاية لما وصلت انها هي السول ميت او حب العمر وصديقة الروح بالنسبة لكينج تشارلز. وصلت بتشارلز النهاردة ان هو بيتوج امام العالم كله كملك لاقدم مملكة في العالم، ملك على بريطانيا العظمى، وهي اصبحت ملكة متوجة جنبه متحدية كل اللي انتقدوها وحاربوا وجودها في حياة زوجها. علشان كده عايزين نتكلم عن ايه دور المرأة في حياة الرجل، مش حكاية نجاحه، انسوا حكاية نجاحه، هو كده او كده بالوراثة وبال يعني بكل حاجة هو كان هيبقى كينج تشارلز، هيبقى كينج تشارلز. ومع احترامنا طبعا لكل وجهات نظر حضراتكم، على فكرة انا اكتر واحدة عيطت على الليدي ديانا بعد ما عملت حادثة وماتت، العالم يا جماعة كان بيحب الليدي ديانا وانا منهم. لكن النهاردة عايزة اخد الموضوع من جهة او من وجهة مختلفة تماما. والسؤال ليكي يا اللي بتشوفينا يا ست الستات، هو بعد مرور الوقت الطويل ده كله، هل كنت تفضلي انك انت تبقي الليدي ديانا سبنسر او برنسس ديانا، ولا تبقي كاميلا اللي فضلت محافظة على السول ميت او صديق الروح بتاعها برنس تشارلز وقتها طول السنوات دي لغاية لما تم تتويجها النهاردة كمالكة، مش ملكة قرين، يعني مش قرينة الملك، هي النهاردة بتتوج ملكة. على فكرة هو مرجيش ان هي تبقى قرينة الملك او كينج كونسول، كوين، انا اسفه، كوين كونسول، زي ما كان زوج الملكه اليزابيث اللي هو برنس فيليب. هو مرضيش بكده، هو النهارده اصر على تتويجها كملكه. هتكلمنا في كل ده ومن الزوايا الحرجه شويه، مش كلكم هتقبلوها وانا عارفه كده. معانا النهارده دكتور ناديه جمال الدين، استشاري علاقات العلاقات الاسريه والارشاد النفسي. برحب بيكي معانا دكتور ناديه، ومعلش اعذريني على وجهه النظر الغريبه اللي انا اخترت ان يعني نناقشها. احنا في الواقع، هل الاول كده انت شخصيا كست تحبي تبقي برنسس ديانا اللي العالم كله حبها، ولا كوين كاميلا اللي العالم كله وقتها كان، سوري في اللفظ، مع احترامي ليها يعني هي دلوقتي ملكة بريطانيا، تحبي تبقي انهي فيهم؟ طب خليني اقول لحضرتك ان الاجابه بتاعت ده شويه صعبه، هي بتختلف من طبيعه شخصيه مرأة المرأة. في مرأة تحب ان هي تعمل كل حاجة لان هي واثقة في نفسها او واثقة في قراراتها او واثقة ان هي ما اهتمتش بكلام اي حد، واثقة في نفس الوقت كمان بالشخص اللي هي مرتبطة بيه. واعتقد ان اكتر حاجة بتربط بين اتنين على سنين طويلة قوي مش الجواز وبس، مش علاقة حب وبس، لا، الصداقة. ويمكن ده الاساس اللي خلاهم هما الاتنين كملوا علاقتهم لحد النهاردة، وده الاساس اللي خلانا النهاردة نشوفها وهي ملكة بتتوج، وكلنا تابعنا طبعا حفل التتويج بتاعها النهاردة. خليني اقول لك ان هي تعبت كتير قوي، واللي وصلت له ده وصلت له نتيجه تعب وصبر سنين كتير وتجاهل لكل الاراء اللي كانت بتنتقد فيها، وهي كانت مؤمنه في فكرتها، وفي نفس الوقت هي ما كانتش بتسمع لاي حد وبتطور نفسها طول الوقت. في نفس الوقت ما معهاش حد غيره، بس في نفس الوقت هي ما كانتش شايفاه هو بس، لا، هي كانت شايفه ازاي تطور من نفسها وتبقى شخصيه مجتمعيه هامه وبتقوم بادوار اجتماعيه هي مؤمنه بيها، عشان حتى تبقى هي حاسه ان هي شبهه، او لما تيجي تبقى دعم وسند ليه يبقى دعم تبقى صح، تبقى قده، تبقى لايقه عليه يعني. بالظبط كده. لكن مش طول الوقت هي كانت بتدعمه وهي واقفه في مكانها، لا، هي كانت بتطور نفسها طول الوقت، ودي حاجه حلوه. لكن الحاجه الحلوه اللي احنا عايزين نتكلم عليها النهارده، ازاي كاي واحده ست ما تبقاش بتقابل الانتقادات اللي
جايه ليها وتقعد تحط ايديها على خدها وتقعد تفكر ازاي تصلح من شكلها المجتمعي علشان الناس تتكلم عليها بطريقه حلوه. مش شرط يبقى كل واحده اللي هي حياتها تبقى الناس كلها مقتنعه بيها، او مش شرط كل واحده مننا تبقى محبوبه، بس اهم اساس ان انت تبقي مقتنعه انت بتعملي ايه وتبقي مقتنعه بنفسك. احنا شايفين دلوقتي قدامنا لقطات من حفل التتويج، وحفل التتويج ده يعني بيجي برضو من وجهة نظر اللي احنا بقى بنتكلم فيها كستات، ان هو تتويج لنجاح كاميلا باركر، وهي طبعا يعني عدت بمراحل كتير جدا من كره العالم ليها، حتى العيلة المالكة قالت له احنا مش هنتوجك ملك لو انت الكنيسة، ورفض الكنيسة وقتها، يعني حاجات كتيرة جدا. ايه رايك ناخد داليا بس عشان هي على التليفون قبل ما الخط يقطع ونرجع تاني. يا داليا مساء الفل. مساء النور، عامله ايه؟ الحمد لله كله حلو. تحبي تبقي انا عجباني فكره الفقره جدا جدا. اتفضلي. وانا احب اكون ديانا الشخصيه اللطيفه المحبوبه من كل الناس، حتى لو الشخصية المحبوبة دي مش هتكسبك غير حب الناس، مش هتكسبك سعادة حياتك. يعني برنسس ديانا كانت يا حرام حياتها كانت حياة عيسى بشهادة كل القريبين منها. فحتى أنا أقدر أبص على الإيجابيات مش السلبيات، يعني أنا أقدر أكون سعيدة بحب الناس اللي حواليا، الحب الصادق الحقيقي، لكن حاجات كتير مظاهر ممكن لما يعني اوصل لها ما بقاش برضو سعيده. طيب بس الاهم في حياتك انك انت تكوني محبوبه ويكون بالزبط. العالم كله بيحبك حتى لو كنت تعيسه. ما هو زي ما قلت حضرتك انا ممكن ما بقاش تعيسه، انا هركز على الايجابيات، هركز على الحب، هاخد طاقتي وطاقه سعادتي من حب الناس. طيب بما انك اخدتي الجانب اللي هو الكيوت زي ما بنقوله، اللي هو اللي الناس بتحبها، اللي الناس العالم كله كان بيدافع عنها، انت شايفه ازاي كاميلا؟ هي كاميلا حاولت توصل لهدفها بطريقه بالنسبه لي غير مشروعه. غير مشروعه. انت أيوة. مش شايفه ان الحب يبقى مشروع كفايه بما ان النتيجه بتاعته ظهرت ان هي مش مثلا سابته بعد كده، او في رحله الزواج يعني ما كانتش مدياله السعاده الكامله برضو، مش شايفه انها وصلت لنتيجه على الاقل راضت جوزها؟ يعني طالما الطريقه نفسها كانت طريقه غير مشروعه، ان هي يعني دمرت حياة أسرة تانية علشان توصل لهدفها، فدي بالنسبة لي حاجة مش لطيفة، يعني حاجة ما تسعدنيش. طيب ده رأي محترم جدا جدا، وده الرأي اللي هو إيه باي ذا بوك، هو ده الرأي اللي ممكن ناس كتير يتفقوا عليه. بشكرك يا داليا على المداخلة. يلا كلمونا يا ستات، تحبوا في حياتكم تبقوا مين؟ تبقوا الليدي ديانا ولا تبقوا الكوين كاميلا زي ما شفناها النهارده بتتوج؟ اتفضلي يا دكتور. يمكن بس الملكه ديانا كانت شخصيه محبوبه وكانت شخصيه شويه قريبه مننا كلنا، لان كان السوشيال لايف بتاعتها كانت مشاركانا طول الوقت معاها، فيمكن ده اللي قربنا منها وحببنا فيها اكتر. بس احنا فعلا ان هي احنا كلنا متاكدين ان كانت حياتها ما كانتش سعيده في حياتها، وده اعتقد جانب مهم جدا انها ما كانتش هتقدر تكمل حياتها بالطريقه اللي كانت عايشه بيها، او بمعنى اصح او حالتها النفسية اللي كانت واصله لها طول الوقت. أعتقد إن كاميلا شخصية شوية صلبة، شوية مجتهدة، شوية مصابرة، شوية كبيرة قوي ناجحة، بدليل كمان إن هي النهاردة اتكلمت وقالت هي كجدة ناجحة في دورها، وناجحة في دورها كويس قوي. معنى كده إن هي حافظت على جميع أدوارها بنجاح، معنى كده إن هي شخصية ناجحة. وبعدين عايزين نقول إن هي ما هدتش أسرة، ما كانتش سبب في هدم هي أسرة. هي بعدت ساعة لما الأسرة أو العيلة المالكة قالت لأ، وحتى إدت يعني زي ما اتكتب، إحنا ما نعرفش يعني أكيد. زي ما اتكتب إن هي إدتهم فرصة إن هم يعيشوا حياتهم، وهو الملك تشارلز هو اللي اختار ان هو لا انا عايزه. وهي كمان حافظت على الصداقه اللي بينهم، يعني هي بعدت عن اي علاقه بقى فيها حب او فيها مشاعر، وحافظت عليه كصديق. اعتقد ده ما كانش غلط، وكانت طول الوقت بتشتغل على نفسها كويس قوي ان هي تثبت ان هي قد الشخصيه دي، او ان هي تثبت ان هي شخصيه ناجحه، وفي نفس الوقت كانت بتساعد في كل ادوارها الاجتماعيه. بس نادي في حته بس صغيره عايزه اتكلم فيها. اتفضلي. ان مش بالحلاوه بقى، يعني واضح ان الموضوع او يعني ارتباط رجل بامراه
بعيد كل البعد عن الجمال، يعني شايفه الصوره يعني طبعا اهو شايفين كاميلا مع وقتها كان برنس تشارلز ودلوقتي كينج تشارلز، ما هياش جميله الجميلات فيرجينيا يعني، مش جميله، بس عايزين كلنا نبقى موافقين وكمان كلنا على راي واحد ان الجمال جمال الروح وجمال الشخصيه وجمال الطباع، لان جمال الشكل ده بيزول بعد سنوات بسيطه او لاي سبب من الاسباب. الشخص اللي انت بتحبيه وبترتبطي بيه بتحبيه كشخص مش كشكل ومش كصوره. والدليل ان هم اتنين كبيره قوي لحد ما وصلوا للعمر ده وهم الاثنين متمسكين ببعض وشايفين ان هم الاثنين في العالم وبس، ما حدش قادر يشوف حد تاني غير الشخص اللي ارتبط بيه. طبعا. طيب دلوقتي تفتكري يعني بصي في لقطات كده لما بتتاخد لهم الجزئيه المهمه، على فكره قريت له ان هي بتضحكه من اهم الحاجات اللي هي خلى كينج تشارلز مرتبط بكاميلا جدا جدا، ان هي كانت بتضحكه. ويمكن لما شفت انا شفت دوكيومنتري عن كاميلا وديانا وبرنس تشارلز ساعتها، ان هو كان كل ما يعمل حاجه في يومه يروح رافع سماعه التليفون وحكي لها عمل ايه وبياخد نصيحتها ايه العلاقه دي؟ يعني دي جت ازاي؟ عشان احنا عايزين الستات كلها تبقى كده. العلاقه دي علاقه صداقه، ان هي ممكن تتقبل اي حاجه ممكن يعملها غلط او تضايقها، وفي نفس الوقت هي قريبه قوي من شخصيته وحفظت طبيعه شخصيته، بدليل ان هي لما بتقول له اي موقف او بتشاركه في اي حاجه هو بيبقى مبسوط، وهو كمان اتعود انه ما يشاركش اي حد في يومه غيرها. دي بتدل ان هم بينهم صداقه قويه قوي. وحته انها بتضحكه، هي بتعرف تبسطه او بتعرف المدخل بتاعه اللي بيخليه فرحان ومبسوط، فبتبدا تدخل له منه. وفي فرق بين الضحكه ان انا ممكن ابتسم، وفي فرق بين الضحكه من القلب. اظن ان الصورة اللي معروضة دلوقتي دي هو بيضحك من قلبه قوي، حتى رياكشنات وشه باينة عليه انه هو مبسوط مش بيضحك وبس. فدي الحاجة الحلوة اللي بينهم هما الاتنين، ازاي تقدر تساعده وازاي تقدر بحاجة بسيطة ان هي تخليه يضحك ويضحك من قلبه. كمان قال كذا مرة ان هي اكتر شخص على يعني وجه الارض بتدعمه. عايزين برضو نقول للست المصرية اللي هي دايما معروف عنها انها في ظهر جوزها، طبعاً. على فكرة الستات المصريات يعني برضو بيبقوا مساندين جدا لجوازهم، بس ايه حكاية الدعم لدرجة ان هو قبل ما بيلقي اي كلمة لازم هي اول واحدة تكون بتسمع الكلمة اللي هيوجهها سواء للبرلمان، سواء هيوجهها على شاشة التلفزيون، سواء يقولها في مؤتمر من المؤتمرات اللي بيحضرها. ايه حكايه الدعم دي وازاي احنا نكون داعمين لازواجنا؟ طيب احنا علشان نبقى داعمين وداعمين صح، دايما طول الوقت نعمل ابديت لنفسنا، نعمل ابديت لثقافتنا. مش هينفع ان زوجي يجي يتكلم معايا في موضوع وانا ما بقاش قد مستوى الحوار، او انا ما اعرفش يكون رايي او رد فعلي عليه يكون يقتنع بيه، او رد فعلي عليه يكون يطوره حتى في نقطه صغيره او يبقى اضافه تمام بالنسبه له، دايما بالنسبه له. فعشان كده دايما اقول انا مش عايزه الست تقفل على نفسها ان هي وصلت لمرحله معينه من الدراسه او وصلت لمرحله معينه اجتماعيه في شغلها وفي بيتها وتقف على كده، لا، طول الوقت عايزه اقول ان دايما نعمل ابديت لنفسنا. حته الدعم ليه هو بدا يرجع لها في موقف واثنين وثلاثه، هو حس واتاكد ان هي اضافه بالنسبه له، فبالتالي اي موقف هو يتعرض له او اي حاجه مهمه تكون عنده يرجع لها علشان ياخد رايها ويسمع رايها، بما ان هو طبعا مقتنع انها اضافه ليه. فحلو قوي ان احنا طول الوقت نبقى احنا شغالين على نفسنا في الاول، عشان لما نبقى داعم للزوج يبقى احنا داعم صح ويبقى اضافه دايما في حياته. وفي غلط يعني شوفوا اهي مرت السنين وهو الناس ماشيه ومبسوطه وبتهتف لهم ويوم التتويج وحضور بالملايين في الشوارع وفي الميادين الكبرى في بريطانيا وعند يعني عند الكنيسه طبعا، لكن ده يعني موافقه الناس على اي تصرف من التصرفات بتروح وتيجي، لكن الموقف اللي شريك الحياه بيبقى عليه هو اللي دايم. خليني اقول لحضرتك ان الاثنين كانوا مقتنعين لبعض على مدى سنوات طويله قوي، لحد طبعا ما احنا شفنا صورهم دلوقتي. الناس على فكره ما بتبقاش مقتنعه ببعض الاراء، وبيبقى ليهم ارائهم الخاصه بيهم، بس مع الوقت ومع اثبات ان الشخصيه دي شخصيه ناجحه فعلا، شخصيه داعمه للملك طول الوقت، شخصيه بتعمل حاجات حلوه مجتمعيه، بس القصه هنا انها اتظلمت شويه عشان ما كانش عليها ثبوت في الحاجات الحلوه اللي بتعملها طول السنين اللي فاتت. لا هي مش اتظلمت، هي احنا كلنا كنا ضدها يعني علشان خراب البيوت زي ما بنقول، ما احنا فعلا شفناها او ان كده. دايما احنا بنبقى ضد نمرة اتنين،
اللي هي داخلة على حياة حد، لكن واضح ان الموضوع بيبقى له ابعاد تانية خالص. اللي جوه الموضوع مش زي اللي بيبقى شايفه من بره، ممكن يبقى حاجة مختلفة تماما، وبيبقى دي بتبقى دي عبارة عن لقطة لراجل بيحاول ان هو يحافظ على سعادته. وفي نفس الوقت برضو عايزة اقول لحضرتك بترجع لطبيعة الشخصية اللي دخلت حياتهم. يعني احنا هنا بنتكلم عنها كانت داعم طول الوقت، وكانت صديقة طول الوقت، وصبرت طول الوقت، وكانت برضو ماشية في طريقها لحد النهاردة ما تعمل لها المراسم بتاعة التتويج. في شخصية تانية او احنا بنقول اللي هو رقم اتنين في حياة اي راجل بتدخل بتبقى عايزة تهد وتهد حياته الاولى تماما وتخليه تمتلك هو يبقى هو ليها هي بس. بالظبط كده. فدي بتختلف، لكن احنا الشخصيه اللي شايفينها النهارده لا، هي فضلت تسنده وفضلت دعم ليه طول الوقت، وفضلت تطور من نفسها طول الوقت، وما اهتمتش باي كلام يرجعها لورا. وده برضو يرجعنا في حته ان احنا دايما نشوف احنا بنعمل ايه صح، ونفضل ماشيين عليه ومصرين عليه، بدل ما بنأذيش حد. لكن لو انتبهنا لكلام الناس احنا مش هنعرف نعمل اي حاجه، وفي نفس الوقت انت مش هتعرفي ترضي جميع الاراء بالنسبه لك ان انت صح او غلط. الستات زي ما بنقول اهو شايفه التتويج طبعا، يعني وسر بقى دكتور نادي ان هو ده رفض انها تكون الملكه القرينه، يعني قرينته، فاهماني؟ ان يبقى لقبها كوين على طول من غير كونسول. خليني اقول لحضرتك هي تعبت كام سنه لحد اللحظه اللي احنا شايفينها دلوقتي، وما كانش ليها اي مطالب على فكره، هي كانت بتجتهد وكانت بتشتغل وكانت جنبه طول الوقت صامده، وما كانتش محتاجه حاجه وما كانتش طالبه حاجه. فدايما اقول ان انا لما ابقى اعمل حاجه حلوه ما استناش المقابل. يعني انا وانا بعمل حاجه ما بقاش مستنيه نتيجه طول الوقت. ما كانش عينها على العرش، هما في السن ده يعني هما الاثنين كبروا في السن. دي واحده مش بتدور على مصلحه انها تبقى ملكه ولا تبقى، لا هي اخذت كلام كتير وناس كتير ما كانوش متقبلينها، فيعني المعاناه عندها كانت اعلى من اي حاجه ممكن تجي لها. طب ما دي برضو رساله ممكن نوجهها لستاتنا النهارده كلهم، ان انت لما تتعبي ولو حتى تعبتي بوقت طويل قوي، فاعرفي ان في يوم تعبك ده هيكلل، تعبك ده هيتشاف، تعبك ده هيبقى ليه نتيجه ليكي، فرحه يمكن فرحه عمرك. بس دايما اقول ان خليكي مقتنعه بنفسك، وما تستنيش النتيجه من اي حاجه حلوه انت بتعمليها، وما تستنيش حتى نتيجه الوقت. انت مقتنعه بفكره امشي عليها، وما تستنيش النتيجه بتاعتك تبقى ايه. لو بصينا برضو على المشهد ده ونرجع تاني وسؤالنا لسه زي ما هو، هل كنت تحبي تبقي برنسس ديانا ولا تحبي تكوني كوين كاملة بكل ما تعرضت ليه؟ أعتقد ده مش هياخد يعني مش هنلحق نخلصه في الفقرة دي. لا سؤال مهم طبعا جدا، لكن أنا هستنى طبعا إجابات حضراتكم. الستات تحبي تكوني مين فيهم بعد ما شفنا كل يعني الحياة بتاعة برنسس ديانا، وطبعا لغاية النتيجة بتاعة التتويج النهاردة؟ ابعتولي على صفحة ست الستات على فيسبوك وقولولي تحبوا تكونوا مين فيهم وشايفين الموقف ده ازاي. وطبعا للاسف الوقت خلص وخلص بسرعه. بشكر مع حضراتكم دكتور نادي جمال الدين استشاري علاقات الاسريه والارشاد النفسي، شكرا جزيلا. ميرسي يا استاذه دينا، ميرسي. فاصل ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل نكمل باقي فقراتنا لليوم في ست الستات، خليكم معانا.